اهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقه من حلقات قناه نقرات عصافير الزينه. النهارده هنتكلم عن فوائد الجرجير وفوائد الفجل لطيور الزينه والعائد اللي هيرجع عليهم من تناوله. ابقى معنا. الجرجير من الخضروات اللي بتنمو في مصر، وده نبات بيعتمد عليه هو تربيه طيور الزينه في اطعام الفروخ بجانب الحبوب كالبلكم والفلارس والدنيبة، لما له من فائدة قصوى بالنسبة لطيور الزينة، لأنه غني بالفيتامينات زي فيتامين ألف وفيتامين دال وفيتامين جيم، كمان غني بالعناصر الغذائية زي الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والألياف الغذائية التي تقي الطيور مشاكل الهضم. الجرجير من الخضروات اللي بنفضل نقدمها لطيور الزينة لما يحتوي عليه من مواد غذائية زي أملاح الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم، فيتامين ألف وفيتامين ب، كمان بيحتوي على نسبة عالية من الماء، وبيحتوي على عنصر السيلينيوم اللي بيساعد الطيور في فترة الزواج على إتمام التخصيب. كمان بيرفع الجهاز المناعي لطيور الزينة وبيقوي مقاومتها للأمراض. يفضل غسيل الجرجير بالماء النظيف ومع إضافة ملعقة من الخل عشان نخلص الجرجير من المبيدات الحشرية ومن الطفيليات اللي بتكون علاقة به. وبيقدم الجرجير لطيور الزينة بمعدل مرتين في الأسبوع، كل قفص عودين جرجير، وما بنكترش عن أسبوعين، ونتجنب إعطاء الجرجير في فترة وجود فروخ تحت الأنثى عشان الذكر ما يحاولش يطرد الأنثى من العش لإتمام عملية التخصيب، لأن زي ما قلنا الجرجير ده محفز للتخصيب. برضو الجرجير يحتوي على ألياف غذائية عشان كده بيجنب الطيور مشكلة الإمساك، فهو بيعمل كملين للطيور. إن عجبك الفيديو ادعمنا بلايك، اعمل اشتراك للقناة عشان تصلك كل فيديوهاتنا، هنجاوب على كل الأسئلة والاستفسارات. إلى اللقاء في فيديو آخر، تقبلوا تحياتي صبر أمين من قناتكو قناة عصافير الزينة.